أخبار جزيرة جربة تصلك أينما كنت. جربة سكوب، les dernières nouvelles de l'île de Djerba vous parviennent là où vous êtes. عملنا الايفينمون هذايا تاع سونسيبيليزاسيون تاع كري، حبينا نوعوا العباد باهميه الفرز تاع الفضلات، وحبينا نوري لهم افيك دي تروا اتولي كيفاش نجموا الفضلات هذيك نجموا نستغلوها باش نعاودوا الفضلات هذيك تولي عندها معناتها حياه اخرى. عندنا لهنا الاتولي تاع الكومبوستاج اللي هو التسميد، اللي نجموا الفضلات المنزليه نعاودوا نعملوا السماد في المنزل. عندنا هنا لي زومبالاج تاع الحليب والياغورت كوشي، علمنا الصغار كيفاش نعاودوا نستعملوه. وعندنا اتولي اخر تاع لي بابي، كيفاش من لي بابي كوشي نعاودوا نصنعوا بهم عجين، نعاودوا نعملوا حياه اخرى للبابي هذوما. وحبينا بالليفينمون هذايا عندنا كومباني كامله تاع سونسيبيليزاسيون باش ان شاء الله العباد تتوعى اكثر وتعاود تستعمل الفرز باش تنقص الماكسيموم من الفضلات الموجوده. احنا حبينا ركزنا اكثر على الصغار، خاطر ديما يبدا صغير من اللي هو صغير توصل المعلومه يولي يتعلم ويستوعب اكثر. والصغير كي توصل المعلومه بالطريقه تاع لي جو كل شيء يعمل عليها جو يولي يقتنع بحكايه فرز، حتى كي يكبر نهار اخر ساي حكايه فرز في مخه معناتها ما عادش تنحى. وبشويه بشويه نجم الصغير ينجم يقنع الاولياء، بشويه بشويه الاولياء يقتنع كل شيء، حتى ديما انك تقنع الصغير وقت هو صغير اسهل من انك تقنع الكبار معناتها. وان شاء الله حتى الاولياء كل شيء يتجاوبوا معنا ان شاء الله. توعوية على الفرز، توعوية متاع نظافة، جيت نشارك فيها باش نصنعوا حاجات، نصنع بقى حليب سكوت وصندوق كيما هذا اللي يفيدك؟ ايه كيما هذا. فكرة باهية؟ حلو، فكرة باهية، عجبتني. اسمك انت؟ ايتاج. ايتاج شنو قاعده تعمل؟ باش؟ بالباكو الحليبة؟ عجبتك الفكرة؟ باهي الفكرة؟ وانت؟ ها؟ اسمك؟ اسمي مريم. شنو قاعده تعمل مريومة؟ تعملي كستوشة باكل حليب؟ شوية ما تعملي يا لين؟ في دارة؟ الياس؟ باش تعمل يا الياس؟ وانت توش قاعدة تعمل؟ سلة باكل حليب. اللي نحبوا معناها حتى التربية تاع الفرز، كيفية الرسكلة، كيفية استغلال يعني نفاياتنا، استغلالها في مواد تحوية.
إلى مواد أخرى، مواد تعزينة يمكن يستفاد منها الطفل، يمكن يستفاد منها الكبير. يعني تبدأ من هنا المرحلة تاع تحسيس إلى الفرز. وراه ما عندناش خيار آخر إلا عملية الفرز، وعملية يعني فرز ذاتي يبدأ من العائلة تتبناها البلدية، وإن شاء الله نخرج من هالأزمة هذه، وبعد ذلك إن شاء الله يكون لنا حديث آخر، حديث حول ولاية، حديث حول يعني يكون عندنا استقلال ذاتي خاص بالجزيرة، قوانين خاصة بالجزيرة. إن شاء الله هذا كله يتم قدام، لكن اليوم عطينا نخرج من هذه الأزمة اللي قاعدين نعيشوها. بارك الله فيك.